توقعتك تمري علي مشان تسجيل الإذاعة. أنا ما بدي عزبك منير بيك، بعدين تاركينك للشغلات الأهم. تسلمي. على فكرة مدام، كتير حلوة الغنية. شكراً، هذا من ذوقك. عم أقول لحالي وين كنتي مختفية، بس لما سمعت غنيتك عرفت السبب. تعرف شو منير بيك؟ أنا بهالفترة قررت أترك شغل الكازينوهات. شغلي الليل عم يتعبني وعم بيعمل لي وجع راس. أنا عم فكر أعمل شغل تاني. لا طولي بالك، ما أنا جاي أطلب منك معروف وبتمنى ما تخجليني. خير منير بيك؟ بصراحة نحن عاملين حفلة كوكتيل وداعيين كل السلك الدبلوماسي الغربي اللي بالبلد. بتتذكري حفلة القنصل الإنجليزي وزوجته؟ نفس هداك الجو، بس طبعا ضرب 10. وبصراحة ما رح لاقي حدا مثلك بيرفع الراس، صوت وصورة وأدب. أنت هيك عم تخجلني؟ أبدا، هي الحقيقة. مثل ما بتعرفي إنه المطربين والمطربات معبيين البلد وكله ناطر إشارة لحتى يجي ركض على الحفلة. طبعا ما رح تكوني المطربة الوحيدة، بس رح تكوني المطربة الرئيسية. هذا شرف كبير إلي منير بيك. هذا يعني موافقة؟ لا، أنا قصدي إنه حضرتك تدعيني وتشرفني بزيارة على بيتي، هذا هو الشرف الكبير لإلي. بس بدك تعذرني منير بيك، أنا عن جد بهالفترة حابة بعد عن جو الحفلات والأضواء، يعني هي هيك فترة، بس أكيد مناسبة تانية أنا رح لبي دعوتك. مثل ما بدك، بس أنا برأيي عم تضيعي فرصة مهمة على حالك. إذا على الفرصة ما عندي مشكلة، بس المشكلة الكبيرة اللي عندي إني أخسر صديق مثلك. وإذا قلت لك إنه صداقتي مرتبطة بحضورك الحفلة؟ لا منير بيك، لا مستحيل، أنت أكبر من هالحكي، بعدين أنت كنت دائما تقدر ظروفي. بدك الحقيقة؟ أنت حرام تكوني بهالوسط، أنت كنز لوزارة الخارجية بهي الدبلوماسية اللي عندك. يعني اتفقنا. خلص، ما رح أضغط عليك وزعلك، رح أتركك لفرصة تانية، بس أكيد رح تكوني حاضرة. إن شاء الله. أو بعتبرك رافضية مثل عمر خيري. عمر خيري؟ شو منير بيك؟ أنا بالماضي صدقتك لما قلت لي إنك ما عم تراقبني. وهلأ كمان بدك تصدقيني، أنا ما عم راقبك أبداً، بس عمر عليه العين شوي. ليش؟ يعني أفكاره وكتاباته ما كتير. أي بس أنت سمعت غنيتي، ما فيها شي؟ يا ريت كل اللي عم يكتبه يكون هيك. يا ستي، بكل الأحوال إن شاء الله يكون عم يعقل على إيديك. وأنا هلأ بستأذن. شرفتنا منير بيك.